السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا الإخوان، أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم بخير. الحرارة عندنا اليوم الإخوان على ديك 37-36، العشية توصل. فيديو جديد الإخوان اليوم، غادي واحد الظاهرة، واحد القضية هنايا اللي أنا كنحاول ما أمكن ندير لكم فيديوهات الحوايج اللي كتكون كيكونوا مواضيع مهمين. دابا كما كتعرفوا نتوما، بزاف ديال الدول كتقلب على السياح بحال المغرب. المغرب مثلا كيبني الوطيلات، كيبني القرى السياحيه، كيوسع المطارات لاستقبال السياح. وماشي غير المغرب، كاع الدول كتبغي انه تستقبل، باستثناء الدول الغنيه. دابا اوروبا، امريكا، داكشي، خصوصا اوروبا. دابا اش واقع هنا في اسبانيا 2023؟ حوالي اكثر بقليل من 85 مليون سائح اللي زاروا اسبانيا. 85 مليون سائح اجنبي زاروا اسبانيا في 2023. تخيلوا الاخوان، حنايا يلاه كنتقاتلوا مازال ما وصلناش 20 مليون، ها مازال ما وصلناش. تخيلوا 85 مليون سائح، يعني السكان ديال المغرب على جوج وزيد، على جوج وزيد ما عرفش شحال مليون، يعني واحد العدد اللي انكرويال. ثاني دولة في العالم بعد فرنسا اللي استقبلت سياح كثار بزاف. شنو النتيجة ديال هذا الشيء؟ راه ماشي كل شيء إيجابي يا الإخوان، باش نوضح لكم، راه ماشي كل شيء إيجابي هذا الشيء اللي كتشوفوا. وين اللي كلشي علاش ما يكونش إيجابي؟ السياح كيدخلوا العملة الصعبة، كيساهموا في خلق مناصب الشغل، كيتبناو فنادق، كيتبناو مطاعم، كيتبناو مطارات كتوسع، طرق، هذا الشيء كلشي كيدار. وعلاش سلبي؟ فين و اشنو اش وقع دابا؟ شنو وقع دابا؟ العلاقة ما بين السكان الاسبان والسياح ولات علاقة متوترة، ولات علاقة متوترة، هي علاقة حب وكراهية. حب شكون اللي كيبغيهم؟ اصحاب الفنادق واصحاب المطاعم واصحاب والدولة بطبيعة الحال، حيت كتدخل الفلوس، حيت كتدخل الفلوس وكتخلق مناصب الشغل وكتخلق الغنى في الدولة، حيت راه ماشي السياح كيدخلوا الفلوس. وشكون اللي ما باغيهمش؟ شكون اللي دابا ولا كيكره؟ هما السكان، السكان خصوصا في المدن السياحيه بحال برشلونه، بحال جزر الكناري، بحال مايوركا، في كاين مايوركا، ايبيزا، المهم كاع هاد المدن بحال سيبيا، بحال اشنو وقع دابا؟ مدريد خصوصا برشلونه هي اول وجهه سياحيه في اسبانيا. دابا علاش؟ دابا سبوا هاد السياح في غلاء ديال السكنه، غلاء السكنه. كاين الاوتيلات ماشي ما كاين الاوتيلات، راه في مدرتي كتلقى اوتيل، في مدرتي كاين تو بحال لي شامبينيون، في مدرتي كتلقى اوتيل. راه الاوتيلات برشلونه انا ما عرفتش 500 اوتيل ولا ما عرفتش شحال كيتكراو. دابا الناس ولاو كيكريو الديور، الشقق، السياح، ما كيكريوهمش السكان الاصليين، السكان ديال المدينه. هادشي هو اللي سبب غلاء ديال السكنه. شفتوا هادو اللي كيديروا اوتوستوب؟ دابا هو في العوض ما يكري مثلا دار في برشلونة ب 1200 ولا 1400 ولا 1300 ولا 1000 اورو، على حساب الدار، على حساب الحي فين تكون موجودة، واش كبيرة ولا صغيرة، كيكريها هو للسياح. عارف شحال كيدخلوا للسياح؟ راه 5000 6000 اورو في الشهر كيدخل، هو يمشي يكريها لك 1500 اورو ولا 1400 ولا 1200، 5000 و 6000، واش شفتوا الفرق؟ هذا هو السبب. كيمشي هو، انت مثلا عندك ابارتمون، عندك دار، كتمشي تاخد لوتوريزاسيون من عند السلطات المختصة، بحال تقول مندوبية السياحة في البلدية، كاين واحد الجهاز اللي خاص بهادشي، كيعطيو انت باغي تبني اوتيل، انت باغي تبني ريستو، انت باغي تبني مثلا تفتح مقهى، كاع داكشي اللي خاص بالسياحة كتمشي لواحد الجهاز كتدخل، كيمشيو كيعطيوك لوتوريزاسيون. كيعياو دابا الحزاب اليسارية، اليسار، هذوك اليسار، اليسار متطرفين، كيعيا وما يتقاتلوا باش انهم يوقفوا، وقال لهم ستوب، ما تعطيوش لعباد الله اوتوريزاسيون، راهم راه المعيشه اصبحت لا تطاق، راه الكرا ولا غالي بزاف، غالي بزاف. كاين الناس، انا اتصلوا بيا، اتصلت بيا واحد المغربيه مسكينه، قالت لي رانا اكثر من عام، عرفت عام وزياده ولا عام ست شهور شحال، وهي كتقلب على الكرا وما لقاتش الكرا في برشلونه، ما لقاوش الكرا، ما لقاوش الكرا. هادشي في برشلونه، ماشي عا برشلونه، راه باغتو في اسبانيا، راه الكرا ما بقاش، ما كتلقاش الكرا بصعوبه باش تلقى دار الكرا، ولا لقيتيها فين؟ وزادوا السياح، هذا هو المشكل. دابا دابا بانوا اكثر من هادشي، راه ماشي ولاو كيكرهوهم، راه ولا
السب والشتم في السياح، السب والشتم في السياح. السيمانه اللي فات بانوا فيديوهات في قنوات تلفزيه، راه ماشي في اليوتيوب ولا انستغرام ولا، راه في قنوات تلفزيه عموميه خاصه كيهضروا على هادشي اللي دابا ولا كيوقع. دابا الناس دابا كيف يرشوا عليهم الماء للسياح والسب والشتم، ما بغيناكمش وسيروا، ما عندنا ما نديروا بكم. هادشي راه تعدى الكراهيه ديال السياح، راه ولات ديزاغريسيون، ولات اعمال ديال العنف ضد السياح. تخيلوا الاخوان الناس فين وصلت، تخيلوا الناس فين وصلت. يعني راه ما انا مشيت دابا انا نقول لكم، انا نعاود لكم، انا بلا ما نهضروا على السياح ولا نهضروا على السكان الاصليين ولا، انا مشيت ل شهر 11 مشيت هبطت الاندلسيه، درت واحد الفياخيس، واحد السفر قصير، كوردوبا، مشيت لكوردوبا وغرانادا. انا ما نقول لكمش الاعداد ديال السياح اللي كاينين، راهي والله راهو ماشي لا هوت سيزون، سيزون راه ماشي الصيف، وراه شي مناسبه ولا شي عطله فيها مثلا، لا. هاي البوليس خصني دابا نحبس الفيديو، هادشي راه في شهر 11 والعدد الكبير ديال السياح. نحبس الاخوان الفيديو دابا ومن بعد نكملو ان شاء الله، دابا حيت كاين البوليس كاين. وي ما نعاودلكمش الاخوان شنو وقع، دابا البوليس كانوا قدام كيما شفتو نتوما، كان غير ستوب، وفجأة كنشوف طن دات جوووت، دار ديك ديال الصوت، داك الصوت ديالهم تيكونو ايرجونس، ودار ومشاو. ما عرفتش شي حاجة، عيطو لهم شي حاجة، كتكون سرقة ولا كتكون مشاجرات ولا هادشي كيقول العنف، تيديرو داك السيناريو كيطيرو. باش نكمل الفيديو، كيما قلت لكم الاخوان، راه ماشي مشيت انا في شهر 11، يعني ماشي ديك الفترة ديال اللي كتكون دير وادي السياح والبشر اللي كان. راه بغيت ندخل على غرانادا، بغيت ندخل القصر الحمراء، راه ما كاينش. قال لك فين خصك تريزيري في الانترنت، وشحال ديال البشر، شحال ديال البشر، شحال ديال البشر. يعني السياحة هنا في اسبانيا راه كتلعب واحد الدور لا ما يتصورش، النمو ديال الاقتصادي الاخوان ما يتصورش، العدد ديال السياح اللي كيجيو وما راسب الشغل اللي كتخرق. يعني راه الملايير والملايير 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 ديال الفلوس اللي كتدخل هنا. من كتمشي للمطارات، كتمشي مثلا مطار برشلونه راه شنو هو، انت راه كتشوف افواج وافواج 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 ديال السياح، كتلقى كيجيو هذا مع 18 عام 19 عام 20 عام، كيجيو من دول اخرى، من الاتحاد الاوروبي، من فرنسا، من المان، من ايطاليا، من بلجيكا، من هولندا. هذا الشيء علاش السياح كثروا والمعيشه غلات. وعاد كاين تاني كاين شي احياء كتلقى معاهم الاغلبيه هما السياح، اغلبيه هما السياح، حتى السكان الاصليين ما بقاوش كيبانوا. هذا هو، وكاين اللي كيجيو كيشريو ديزابارتومون هما اللي غلاو، كيجي شينوي ولا كيجي روسي ولا كيجي دول الخارج ولا هادي. وهذا الشيء علاش المعيشه غلات، وهذا الشيء علاش العلاقه ولات متوتره، متوتره، ولاو تيكرهوا السياح، ما بقاوش باغيين السياح، تيقول لهم ما تعطيوهمش لوتوريزاسيون باش يفتحوا دي زابارتومون توريستيك، زابارتومون باش تكرا التوريست، وما يفتحوش اوتيلات جديد، ما بغيناش اوتيلات جديد، صافي. شوفوا الناس فين وصلت، يعني حتى حنا عاجلا لا اجلا غادي نوصلوا لهذ المرحله في المغرب، الا تزادوا السياح بزاف راه هادشي ما يوقع، وغتكون بطبيعه الحال سلبي بالنسبه للمواطن العادي، بالنسبه للمواطن المغربي. هادشي اللي وقع تاني، انت ملي كتمشي صافي ما بقاوش كيبغيو، الكرا غلا بزاف وما بقاوش كيبغيو يكريو تاني المواطن المحلي. هادشي علاش ولاو ما باغينش السياح. فوالا الاخوان، شكرا لكم، تهلاو فراسكم، نتمنى ان يعجبكم الفيديو، الموضوع ديال الفيديو ديال اليوم، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. ومرحبا بالاخوان الجداد اللي تسجلوا في القناه ديالنا، شكرا لكم، الله يعاونكم.